القادر شمس الدين هواري التروفي الفضي في جائزة رئيس الجمهورية الصحفي المحترف الدورة السادسة. نتمنى التوفيق لعبد القادر ولأمثاله من شباب الجزائر الطموحين العاملين المجيدين الإعلامي الإعلامي المكتوب بعمل عنوانه تحقيق الرقمنة حجر الأساس لجزائر الغد. فليا أكيد أن هذا الدرع سيكون حجر الأساس لنجاحات أخرى إن شاء الله مستقبلا. هنيئا. مليون مبروك ليا. والله شرف عظيم ليا، والله يجوز لسان التعبير أنك اليوم تكون أمام قامات إعلامية وأبطال إعلاميين. الحمد لله أنه اليوم كنا ما بين ناجحين، شرفنا وكالة الأنباء الجزائرية، شرفنا المؤسسة اللي نخدموا فيها. هذا الهدية هذه وهذا الإنجاز نقدمه لكل عمال وكالة الأنباء الجزائرية من كبيرهم لصغيرهم، خاصة الصحفيين اللي معايا في القسم والتقنيين اللي يخدموا معنا. نقول لهم ربي يحفظكم، لولاكم لما وصلنا لما نحن عليه اليوم. واعتراف ودفع نحو الأمام من أجل التقدم، وسعيد أيضا لأنها طبعة استثنائية وتكون متوج الجائزة أنت في المرتبة الأولى، هذا شرف لي، وإن شاء الله في المستقبل راح تكون أشياء جميلة. أنا محظوظة بهذا التتويج كما قال زميلي، أنه أول مرة يكون فيه تروفي يكون مجسم لهذا الجائزة، جائزة الصحفي المحترف لرئيس الجمهورية. بطبيعة الحال أهدي هذا التتويج لجميع زملائي بجريدة الجمهورية ولجميع زملائي بالصحافة بوهران وبالجزائر قاطبة.